شكرا للاستضافة. نعم، الأسواق تنتظر أي إشارة، أي تبرير، أي موقف من الفدرالي الأمريكي لاحتساب تخفيض أسعار الفائدة. كنا لاحظنا في الفترة الماضية مايا بأنه أي رقم اقتصادي يدعم إمكانية تخفيض أسعار الفائدة يسعره الأسواق بشكل كبير جدا. العكس من ذلك، أي قراءة تدفع إمكانية ابتعاد الفدرالي الأمريكي عن تخفيض أسعار الفائدة في شهر مارس كانت الأسواق تسعره بطريقة أقل حدة. الفدرالي الأمريكي قد يتجه بحذر مرة أخرى، قد يشير ببيانه المضي بحذر، خاصة بأنه ليس لديه الدوت بلوت، ليس لديه المخطط النقطي بالنسبة لتصويت الأعضاء في اجتماع الحالي. لذلك الإشارات في البيان الفدرالي على ما أعتقد قد لا يكون هناك أي تغيير، خاصة بأن البيانات الاقتصادية من شهر 12 إلى شهر 1 لا يوجد فيها الكثير من التفاؤل. بالعكس، أرقام التضخم كانت قد سجلت، مؤشر أسعار المستهلكين أقصد هنا طبعا، سجلت بعض الارتفاعات. بكل تأكيد مؤشر الإنفاق للاستهلاك الشخصي كان قراءة جيدة بالنسبة للقراءة الأساسية، لكن ما يحيط من توترات جيوسياسية حاليا، ما يحيط من أوضاع حالية بالنسبة للأوضاع الجغرافية، قد تكون دافع بالنسبة للفدرال الأمريكي أيضا للإشارة فيه بالبيان الاقتصادي أن على الفدرال الأمريكي التمهل. بكل تأكيد الفدرال الأمريكي سوف يكون رد فعل على البيانات الاقتصادية. حاليا البيانات الاقتصادية لا يوجد أي بيان اقتصادي يدفع الفدرال الأمريكي لتغيير لهجته، سواء كان مجبر من النمو الاقتصادي، نمو اقتصادي سلبي حتى الآن، نمو اقتصادي 3.3% للقراءة الأخيرة، أو منتصرا على التضخم لم يصل إلى المستهدف 2%. فعلى ما أعتقد أن يكبس الفدرال الأمريكي على تغيير دورة السياسة النقدية حاليا غير مبرر تماما بالنسبة للفدرال الأمريكي. النبرة قد تختلف بعض الشيء. طيب أحمد، يعني التوقعات بأن يبدأ الفدرالي الأمريكي قبل غيره بالتيسير بالخفض، ولكن البنوك الكبرى توصي مثل جي بي مورغان وجولدمان ساكس توصي باقتراض اليورو استخدامه لشراء عملات أخرى، يعني كاري تريد. في هذه الحالة ما هي توقعاتك، ما هي توصياتكم، كيف تنظرون إلى هذا الملف، خاصة أنه هناك على الرغم من أنه ما أوحت به كريستين لاغارد في المؤتمر الصحفي أنه سيتأخر خفض الفائدة، ولكن يبدو أنه السوق بدأت تسعر أنه مش كتير متأخر. لا أعتقد ما أنه حتى البنوك المركزية، أي بنك مركزي سوف يدفع لتغيير السياسة النقدية بشكل مستعجل. يعني كريستين لاغارد حتى عندما ذكرت تغيير أسعار الفائدة ذكرت بالصيف، كلمة مطاطة جدا بالنسبة لتغيير أسعار الفائدة، قد تدفع الأسواق لاحتسابها. لكن عندما ننظر إلى الكاري تريد، على ما أعتقد بريق الين الياباني قد يستمر أيضا، لأن تغيير أسعار الفائدة بالنسبة للين الياباني من الفائدة السلبية إلى الفائدة الإيجابية لن تصل إلى أرقام البنك أوروبا. أوروبا عند 4% للإقراض، اليابان لو رفعت أسعار الفائدة لن تتخارج عن حتى عن 0.5% على ما أعتقد. لذلك حتى الكاري تريد قد بس هلا، يعني ضيفي قبل شوي كان عم بيحكي احمد انه اليابان تقوم بشراء الذهب لتخفض الضغط على عملتها. هي أداة من الأدوات، يعني أدوات متواجدة عند البنك الياباني لئلا يغير ولا يتخرج من السياسة النقدية السلبية، خاصة النمو السلبي سيء جدا مايا، التضخم انخفض بعض الشيء قريب من المستهدفات. لذلك الوقت، كل الوقت بالنسبة لبنك اليابان، معتادين على بنك اليابان ألا يغير السياسة النقدية صحيح بشكل متسارع، فلذلك يحتاجون أن يروا أرقام اقتصادية أخرى تدفعهم. الزلزال اللي ضرب ببداية السنة هي خربطت أيضا أوراق بنك اليابان لرؤية أرقام النمو الاقتصادي. لذلك أنا ما أعتقد البريق للكاري تريد هو الين الياباني أكثر حتى من اليورو. شكرا لك أحمد عزام، محلل أول لأسواق المال في أكويتي، كنت معنا من عمان، أهلا وسهلا بك.